اهلا بكم الى الصباحيه من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: ان شاء الله الاجواء بين محمد الرئيس والرئيس بري حتكون ايجابيه باذن الله. مبادره عون تلجم الشارع ولقاء رئاسي ثلاثي الثلاثاء المقبل. احمد الحريري سنقود الانتخابات لتثبيت الاستقرار ولا تحالف مع حزب الله. المساس بمستقبل القدس لن يقبله عربي مسلما كان أم مسيحيا. وزراء الخارجية العرب يحذرون من المساس بمستقبل القدس ويعلنون التحرك مع الاتحاد الأوروبي ضد قرار ترامب. أهلا بكم. بينما تقاطعت مصادر الرئاستين الأولى والثانية عند التأكيد على الارتياح لمضمون الحوار الهاتفي الذي جرى بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري يوم أمس وللكلام الودي المتبادل الذي ساد خلال هذا الاتصال، أوضحت مصادر بعبدة أن مبادرة الرئيس عون أتت استكمالا لبيان التسامح الذي كان قد أصدره الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن هذا التطور أتى لتعطيل الألغام التي كانت تزرع هنا وهناك. هو اتصال هاتفي خفف من حدة الأزمة الحاصلة على خط بعبدة وعين التيني والتي جاءت من بوابة التهديدات الإسرائيلية للبنان بخصوص البلوك رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وفي هذا الإطار جاء تحرك رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري باتجاه بعبدة حاملا معه هذه القضية والمسعى لحلحلة الأمور بين الرئاستين الأولى والثانية. سألت مع فخامة الرئيس ويعني خبرته شو صار معي بزيارة تركيا، وأيضا اتفقنا على خطوات بما يخص البلوك 9 والتحديات اللي أمام لبنان، وإن شاء الله لبنان بيكون في عنده خطوات حتشوفوها قريبا واضحة وصريحة بهذا الموضوع. نحن عم نواجه عدوان يعني كبير بهذا الشأن، وأيضا إن شاء الله الأجواء بين فخامة الرئيس والرئيس بري حتكون إيجابية بإذن الله. فكلنا عم نعمل عشان يعني الأمور تهدى، ونحن وأنا بعتبر أنه يعني كرامة الرئيس بري من كرامتي ومن كرامة الشعب اللبناني وكرامة فخامة الرئيس، وهذا الكلام يعني نابع عني وعن فخامة الرئيس، وإن شاء الله يعني بتسمعوا كمان من رئاسي. وبحضور الرئيس الحريري كان اتصال بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري سادته المودة بحسب بيان مكتب الأعلام في رئاسة الجمهورية، إذ أكد الرئيس عون أن الظروف الراهنة والتحديات الماثلة أمامنا تتطلب منا جميعا طي صفحة ما جرى مؤخرا والعمل يدا واحدة لمصلحة لبنان. وقد عبر الرئيس بري عن تقديره لمبادرة رئيس الجمهورية ولدقة الظروف الراهنة وخطورتها، وتم الاتفاق بين الرئيسين على عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لدرس الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة التهديدات الإسرائيلية المتجددة والأوضاع العامة في البلاد. وكان سبق ذلك مساع واتصالات قامت بها جهات متعددة لرأب الصدع بين الطرفين، كما طرحت أفكار وصيغ للحل خلال الساعات الماضية أدت إلى حصول الاتصال وتهدئة الأمور. انتخابيا، أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن لا تحالف مع حزب الله في الانتخابات النيابية، وهذا أمر محسوم. كلام الحريري جاء خلال جولة قام بها في العاصمة بيروت. سنخوض الانتخابات لتثبيت الاستقرار ولا تحالف مع حزب الله، هو ما يؤكده أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري في كل مناسبة، مشددا على أن المعركة المقبلة معركة مصيرية. كلام الحريري جاء خلال جولة قام بها في العاصمة بيروت يرافقه منسقها العام وليد دمشقي، استهلها من البالاس كافيه في المنارة، حيث شارك في الفطور الصباحي الذي نظمته منسقية بيروت في تيار المستقبل، حيث قال: لا نريد أي مشاكل أثناء الانتخابات وما بعدها كما يحصل اليوم على نار حامية وللأسف بين أصدقاء الأمس، مشددا على أن ثوابت تيار المستقبل في الانتخابات واضحة. ما في تحالف مع حزب الله وتيار المستقبل، هذا شيء محسوم.
تيار المستقبل ما حيتحالف مع المتهم باغتيال الحريري. تيار المستقبل ما حيتحالف مع المتهم بقتل وتشريد الشعب السوري. تيار المستقبل ما حيتحالف مع اللي غزا بيروت بسبعة أيار. لا بل تيار المستقبل حيرد عليه. حيرد عليه ويقول بسبعة أيار 2018 حنثبت انه هيدا يوم مجيد لعروبة بيروت واعتدال بيروت. يوم مجيد للناس المخلصين مش يوم مجيد للناس اللي اجت عدت بالفساد بقلب بيروت وقتلت اهل بيروت وجردت اهل بيروت. في ناس بقولوا زلت اهل بيروت لأهني لنزلوا. نحن ما بننزل ولا اهل بيروت بينزلوا. راسهم هيدا المرفوع ما بيرجعوا الا لربنا سبحانه وتعالى. وتوقف أحمد الحريري عند الإشكال الحاصل بين التيار الوطني الحر وحركة أمل. أولا بالنسبة لنا اللي نوصف فيه الرئيس بري يعتبر خطأ، واللي نعمل ردة فعل عليه كمان رد على الغلط بغلط. واضح أنه هذا السجال السياسي بالبلد يعني بسيء للمرجعيات كلها. وبعدها انتقل الحريري إلى منطقة البشورة حيث تفقد فوج حرس مدينة بيروت، ثم توجه إلى منطقة الطريق الجديد حيث تفقد مستشفى دار العجز الإسلامية وجال في أرجائها وأقسامها، قبل أن ينتقل إلى دار الأيتام الإسلامية في قصقص حيث كان في استقباله رئيس عمدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية فاروق جبر ومدير عام دار الأيتام الإسلامية خالد قباني. كما تفقد أحمد الحريري مستشفى المقاصد وجال في أقسامها واطلع على أحوال المرضى وحسن سير العمل في المستشفى، وختم جولته بتلبية دعوة المحامي عمر اسكندراني إلى غداء تكريمي أقامه على شرفه في مطعم دنيا في السوديكو، وتخلله حوار في التطورات السياسية. دعا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جميع الإدارات والمؤسسات العامة إلى التقيد بالدستور وبالتالي عدم منع السيدات المحجبات من تولي الوظيفة العامة إذا كن يتمتعن بالمواصفات الضرورية وذلك تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة. أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما طلب فيه من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الأسلاك الالتزام بقبول جميع طلبات المواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط التي ينص عليها القانون بمن فيهم المحجبات، وأن لا يكون هذا الحجاب عائقا في توليهن الوظيفة العامة تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة. وقد استند تعميم الرئيس الحريري على ما جاء في مقدمة الدستور. أولا، إن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. ثانيا، إن كل اللبنانيين يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم. ثالثا، إن لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون. ملف زيادة الأقساط المدرسية في ضوء سلسلة الرتب والرواتب حضر في اجتماع استثنائي في بكركي تقرر على إثره تحميل الدولة كلفة تمويل الدرجات الست. كأول نتيجة لهذا الاجتماع تراجعت مدرسة سيدة الويزي عن الزيادة على الأقساط المدرسية. في بكركي انعقد مجلس البطريقة والأساقفة الكاثوليك في لبنان في اجتماع استثنائي ترأسه البطريرك الماروني ماري بشارة بطرس الراعي وبمشاركة ممثلين عن مختلف الطوائف واتحادات المؤسسات التربوية الخاصة والهيئة التنفيذية للمدارس الكاثوليكية. وجرى البحث في تداعيات تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب على حرية التعليم ونوعيته وعلى الأقساط المدرسية. لا يحق للمسؤولين السياسيين عندنا التذرع بأن الخزينة فارغة
فهذه إدانة لهم. وكيف السير بالبلاد تعاونا مع الدول الصديقة من أجل أن يملأوا الخزينة وهم فاقدو الثقة والتعاون فيما بينهم، يواصلون يوما بعد يوم خلافاتهم السياسية الشخصية والحزبية والمذهبية وإساءاتهم المتبادلة وانتهاك الكرامات واستعمال لغة الشارع، التزام المؤسسات التربوية الخاصة، التقيد بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب بموجب الجدول 17 على أن تتحمل الدولة تمويل الدرجات الست الاستثنائية. البيان الختامي للمؤتمر دعا أيضا جميع الأسر التربوية إلى الحوار والتخلي عن منطق التعطيل والإضراب. دعوة اجتماع بكركي لم تستجب لها نقابة معلمي المدارس الخاصة والتي اجتمعت وأعلنت عن رفضها المساس بحقوق المعلمين ودعتهم إلى عدم القبول بأي مخرج لا يتضمن إعطائهم السلسلة والدرجات الست، وقد أكدت النقابة على استمرارها بتنفيذ الإضراب والتظاهر. التأكيد على استمرار الإضراب المقرر في 5 و6 و7 شباط. ثانيا، دعوة المعلمين الذين لم ينالوا حقوقهم كاملة من القانون 46 والمتقاعدين الذين لم يقبضوا تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية منذ 5 أشهر للاعتصام يوم الاثنين في 5 شباط في مراكز النقابة في المحافظات والمركز الرئيسي ابتداء من الساعة 11 صباحا. ثالثا، الطلب إلى المعلمين عدم توقيع أي بيان رسمي ما لم يتضمن السلسلة والدرجات الست وعدم الخوف من أي تهديد. وتتابعون في هذه النشرة بعد الفاصل. المعارضة السورية تتمسك بدستور جديد وتشكيل هيئة انتقالية. أهلا بكم من جديد. تبنى وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم بالقاهرة البيان الفلسطيني بشأن القدس والرافض لأي إجراء مترتب على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل. خطط التحرك العربي لمواجهة التداعيات السلبية لإعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة لإسرائيل بحثها وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في القاهرة. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حذر في جلسة الافتتاح من مخاطر المساس بمستقبل القدس. المساس بمستقبل القدس لن يقبله عربي مسلما كان أم مسيحيا، والعبث بهذا الملف هو لعب بالنار ودعوة لانزلاق المنطقة إلى هاوية الصراع الديني والعنف والإرهاب. من جهته أشار وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى أن القرار الأمريكي جائر وجاهل ووضع واشنطن في عزلة دولية، مؤكدا أن القدس كانت وستبقى عاصمة أبدية لدولة فلسطين ولا يحق لأحد المساس بوضعها ومركزها القانوني. أما نظيره الأردني أيمن الصفدي فأشار إلى أن الوزراء العرب يضغطون على المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وفق حدود العام 67 ويعملون على توفير أفق سياسي يحقق حل الدولتين والحصول على دعم دولي للاعتراف بدولة فلسطين وإبطال القرار الأمريكي. وزراء الخارجية العرب تبنوا في ختام اجتماعهم البيان الفلسطيني بشأن القدس الذي يرفض أي إجراء مترتب على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معلنين التحرك مع الاتحاد الأوروبي الذي عبر عن دعمه للحقوق الفلسطينية. سيطرت القوات التركية والجيش السوري الحر على قرية جديدة شمال عفرين بعد معارك عنيفة مع وحدات حماية الشعب الكردي في إطار عملية غصن الزيتون. المدفعية التركية واصلت قصفها لليوم 13 على التوالي على مواقع المسلحين الأكراد في عفرين في ريف حلب السورية، وسط تقدم للقوات البرية التركية على الأرض مدعومة بفصائل معارضة سورية في إطار عملية غصن الزيتون التي أطلقها الجيش التركي. القوات التركية والجيش السوري الحر سيطرا على قرية علي كار شمال عفرين بعد معارك عنيفة مع وحدات حماية الشعب الكردية. وبالتقدم في هذه القرية تقول القوات التركية والجيش الحر قد سيطرا منذ بدء العملية العسكرية على 28 نقطة في محيط عفرين تضم 20 قرية و7 تلال استراتيجية ومزرعة.
وأعلن الجيش التركي عن تدمير 18 هدفا للمسلحين الأكراد خلال الساعات الماضية، وقتل نحو 80 من حزب العمال وقوات حماية الشعب الكردية في المدينة. في المقابل أكدت مصادر تركية أن المسلحين الأكراد أطلقوا أكثر من 50 صاروخا على الأراضي التركية منذ انطلاق العمليات العسكرية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإحداث أضرار في المنازل والممتلكات في منطقتي هاتاي وكلس الحدوديتين. على صعيد آخر، دعت المعارضة السورية إلى تسليم مقررات مؤتمر سوتشي إلى الأمم المتحدة، وأبدت تمسكها بتشكيل هيئة حكم انتقالية وبصياغة دستور جديد للبلاد. تعليقا على مؤتمر الحوار السوري في سوتشي الذي قاطعته غالبية أطياف المعارضة، رحب رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري بأي حوار بين مكونات الشعب السوري على أن يكون بإرادتهم وبعيدا من المجرمين. وفي مؤتمر صحفي من اسطنبول، دعا الحريري إلى تسليم مخرجات مؤتمر سوتشي إلى الأمم المتحدة، مؤكدا أن العملية التفاوضية الأساسية تتم في جنيف. كما أبدى تمسك المعارضة السورية بتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية والبدء بالتأسيس لحل شامل في سوريا، مع استعدادها لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالقرار 2254. سوريا بحاجة إلى دستور جديد، وهذا نص عليه بيان جنيف واحد بشكل واضح وبشكل جلي لا يترك مجال للشك. فبالتالي الآن ما تريده سوريا وما نوافق أن ننخرط فيه هو 2254 كما هو، ابتداء من مرحلته الانتقالية، مرورا بنقاش أدق التفاصيل حول العملية الدستورية وحول العملية الانتخابية وحول قضايا الأمن والإرهاب. اسم بلادنا سوريا التي تتسع لكل مكوناتها، مو سوريا النظام القمعي، مو سوريا القتل والتدمير، مو سوريا التصفيق لشخص آثر على نفسه أن يدمر البلد وأن يحرق البلد بخلال 7 سنوات من الحرب المستمرة حتى نصل إلى ما وصلنا إليه من نواتج كارثية. في هذا الوقت، دعا وزير الخارجية التركية مولود جويش أوغلو إلى ضرورة إحياء عملية جنيف، مضيفا أن هذا يتطلب شروع حكومة النظام السوري في التفاوض. من جهته، زعم نظيره الروسي سيرجي لافروف أن مجموعة المعارضة السورية التي كانت تتخذ من اسطنبول مقرا لها غادرت مؤتمر سوتشي لأسباب مختلقة لا علاقة لها بالتسوية، وأمل بأن تساعد مقررات سوتشي الموفد الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا في تفعيل عملية جنيف. وتتابعونا في الأخبار المحلية بعد الفاصل. رحل موسى وبقيت القلعة. أهلا بكم من جديد. من السراي الحكومي، أطلق الرئيس سعد الحريري خطة لبنان للاستجابة لأزمة النازحين السوريين. 7 سنوات ولبنان يستضيف النازحين، وقد أظهر قدرا منقطع النظير من الضيافة وسيواصل استضافتهم. هذا ما أكد عليه الرئيس سعد الحريري خلال رعايته إطلاق خطة لبنان للاستجابة لأزمة النازحين السوريين، مشيرا إلى أن قدر هؤلاء العودة عاجلا أم آجلا، داعيا المجتمع الدولي إلى المساعدة من خلال توفير فرص عمل لمواطنيه وسكانه. Nobody is going to force anyone to go back if they don't want to go back. We will respect international law. We believe they should go back as soon as the conditions are right. We believe that the international community has a responsibility towards those refugees, and this responsibility has to be showed every year until this conflict is resolved. We will keep our doors open, but we will seek you more and more, and we will press you more and more for the sake of the refugees and for the sake of the host communities. من جهته، أشار المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني إلى أن إطلاق خطة لبنان للاستجابة لأزمة النازحين السوريين تستهدف مساعدة اللبنانيين المستضعفين فضلا عن اللاجئين السوريين والفلسطينيين. The Lebanon Crisis Response Plan appeals for $2.6 billion and focuses on integrated and innovative humanitarian and stabilization intervention. It brings life-saving assistance to families,
while at the same time supporting municipalities and the delivery of public services all over the country. وناشد لازاريني الحكومة اللبنانية كي تسمح باستئناف تسجيل اللاجئين لأن ذلك سيمكن المجتمعات الدولية من معرفة حجم السكان وتقييم الحاجات وكذلك سيسهل تنفيذ حلول مستدامة لأزمة النازحين. حذر مزارعو البطاطا في عكار خلال اجتماع موسع ضم هيئات زراعية وفعاليات بلدية في مركز الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا، حذروا من اللجوء إلى التصعيد والتحرك في الشارع في حال لم يتحقق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في وزارة الزراعة بين المزارعين والوزير غازي زعيتر من أجل تعديل اتفاقية استيراد البطاطا المصرية ضمن مواعيد تحمي الإنتاج اللبناني والعكاري. نحن هلأ من ناشد دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الزراعة وكل المعنيين يشوفوا الخطوات اللي لازم يعملوها لحماية موسمنا وحماية انتاجنا، غير ذلك غير انه نحن اذا بلشنا من موسم ما في بطاطا كمان عنا فائض نحن عن السوق المحلي، انه البطاطا اللي بتطلع بعكار ما بيكفيها السوق المحلي، كمان بدنا اسواق ندبر اسواق تنصرف اكثر من 50,000 طن انتاجنا هذا اذا بلشنا وسوقنا فاضي. فنحن الخطوات بنتمنى انه ما نوصل ونصعد لقطع طرقات ومظاهرات نحن بغنى عنا هلا بهذا الوقت. غيب الموت موسى المعماري الذي بنى قصر موسى الشهير في منطقة أشوف وتاركا وراءه معلما فنيا وتاريخيا ومقصدا سياحيا مهما. تقرير شهير إدريس. علمتني الحياة أن هذا العالم لا يتوقف عن استمراره بعد موتي، كما أن الأرض لن تحجم عن دورانها والشمس لن تكف عن شروقها وغروبها. هذه الكلمات حفرها موسى المعماري في أحد ممرات قلعته وستبقى شاهدا على عزمه وتصميمه رغم غيابه. غادر موسى المعماري الحياة عن عمر يناهز 87 محققا حلما راوده صغيرا. آثر أستاذه في المدرسة على تحطيم معنوياته في كل مرة رسم فيها القلعة على الورق، لكن موسى بقي مثابرا لا سيما أن والدته والصبية التي أعجبته في المدرسة كانتا السبب في تحقيق هذا الحلم. ولد الحلم منها بدي لكم أنه كيف كنت بالمدرسة وكيف كانوا يعملون الأولاد، كانوا دائما يهزأوا بي ويضحكوا علي وانت فقير وحفيان وكذا، كنا نحن عائلة متواضعة كتر خير الله، بس كانت الأم هي حقيقة أمي اللي كانت صاحبة الدعاء المستجاب، كانت دائما تطلب لي من رب العالمين يا موسى تميزني، تقول لي أنت طلوب شو بدك رح يصير، خليت لي بنت بالمدرسة كنت حب ألعب معها هيك بالكحفة بالبحصة، تقول لي أنت فقير بس صير عندك قصر بتحكي معها، هذا الدافع لحياتي، هذا الدافع اللي وصلني لفوق. بنى موسى المعماري قلعته الشهيرة قصر موسى في بلدة دير القمر عام 1945 وانتهى من بنائها عام 1997، فسقلها قطعة قطعة وحجرا حجرا بعدما خبأ الورقة التي تحمل رسم قصر أحلامه في علبة رافقته أكثر من ربع قرن إلى أن أصبح الحلم حقيقة. فجمع في القصر تراث وتاريخ لبنان عبر مجسمات عن حرف لبنانية قديمة والحياة الاجتماعية، إضافة إلى تماثيل لأشخاص لبنانيين في إطار فولكلوري. كما يتضمن القصر مجموعة من الأسلحة القديمة من العصر العثماني حتى الانتداب الفرنسي للبنان، وتعد هذه المجموعة من أكبر المجموعات في الشرق الأوسط وتبلغ 16,000 قطعة سلاح. القصر الفريد من نوعه في لبنان أصبح قبلة سياحية للبنانيين والسياح. أنا بقول أنه كل شيء بيصير، ما في شيء مستحيل تحت الشمس، خلينا نتشجع الشباب ونتشجع الجيل الطالع، وهذه نصيحة لألهم. ببناء هذا القصر هرب موسى المعماري من غرفة الطين والحرمان القاسي الذي واجهه مع عائلته إلى القطعة المعمارية التي ستبقى معلما فنيا ومعماريا ومقصدا سياحيا في لبنان. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إن شاء الله الأجواء بين فخامة الرئيس والرئيس بري حتكون إيجابية بإذن الله. مبادرة عون تلجم الشارع ولقاء رئاسي ثلاثي الثلاثاء المقبل. أحمد الحريري سنقود الانتخابات النيابية لتثبيت الاستقرار ولا تحالف مع حزب الله. المساس بمستقبل القدس لن يقبله عربي مسلما كان أم مسيحيا. وزراء الخارجية العرب يحذرون من المساس بمستقبل القدس ويعلنون التحرك مع الاتحاد الأوروبي ضد قرار ترامب. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.